Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah. نحن نقوم إن شاء الله تعالى بشرح قصيدة عنوان الحكم للبستي رحمه الله تعالى، وهذا المجلس هو المجلس الرابع، يبدأ بال بيت الثامن عشر. البيت الثامن عشر يقول رحمه الله: من كان للعقل سلطان عليه غدا، من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. يعني من كان عقله له السلطان وله الأمر والنهي وله التصرف والخيرة على نفسه، فهو لا يقوم بأي أمر إلا بأمر العقل وفي توجيه العقل، فإذا منعه العقل عن فعل ما لا ينبغي امتنع، وإذا أمره العقل بعمل ما يجب عليه امتثل أمره. والمراد بالعقل هو العقل الإيماني الديني الرباني. فالرجل الذي حكم العقل على نفسه وجعله هو المتصرف الحاكم بيده الأمر والنهي وليس للهوى على نفسه سلطان، لأن العقل والهوى ضدان يتعارضان. الهوى يشتهي الأشياء الحرام والفرج الحرام، ولكن العقل الصحيح يمنعه من الحرام. فإذا كان الإنسان صاحب عقل وحلم وبصيرة، وكان عقله هو المتصرف في جميع شؤونه، غدا هذا الرجل، أي أصبح بحيث لا يكون للحرص عليه سلطان، أي يتحرر من طاعة الحرص والهوى، فالهوى لا يستطيع أن يملي عليه إرادته وشهوته وأمره ونهيه، لأن عقله يمنعه ويأمره وهو يطيع هذا العقل النوراني القرآني المستنير بنور الله سبحانه وتعالى. يقول أهل جهنم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فإنما أصبحوا من أصحاب السعير لأنهم كانوا لا يعقلون،
bal kanu yattabi'una al-hawa wash-shahwata. فهذا صفة المسلم المؤمن المتقي الورع من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان. واو هذه الباب حالية أي صار هذا الرجل في حال التحرر من سلطان الحرص أصبح في حالة كونه قد انطلق من إسار الحرص ومن تسلط الهوى. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. طرف هنا بمعنى البصر. قال الله تعالى ينظرون إليك من طرف خفي لا يرتد إليهم طرفهم أي لا يرجع إليهم طرفهم. فمن مد طرفا أي من أرسل عينه نحو الأهواء والشهوات نحو هوى نحو ما يهواه ويتمناه ويشتهيه ومد طرفا إلى الهوى أي اتبع الهوى. فالعين بريد القلب فإذا نظر إلى الهوى سال لعابه عليه فاتبعه وانهمك في الغي. لماذا يفعل ذلك؟ من فرط جهله. لفرط الجهل أي بسبب كثرة الجهل والعمى والضلالة والغوايا. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. أغضى على الحق يوما وهو خزيان. هذا المصرع يحتاج إلى شرح وفهم. وما قنعت بشرح الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله الذي يقول كما ترون تحت في التعليق طرف هنا العين خزيان ذليل والمعنى من أطلق بصره نحو الهوى والشهوات المحرمة تثاقل عن نصر الحق وباء بالذلة والخزي. لا أدري من أين أخذ هذا المعنى تثاقل عن نصر الحق أغضى على الحق. هذا اللفظ لا يساعد هذا المعنى. وقد تأملت في هذا كثيرا فظهر لي حينما رجعت إلى المعجم والقاموس أن معنى الإغضاء على الشيء هو الصبر عليه والإقرار به. رضي أم أبى. وهذا ضد مد طرفا أغضى. هذا يأتي بمعنى غض البصر. فهذا فيه مقابلة. أغضى ضد مد طرفا. أغضى على الحق أي صبر على الحق وأقر بالحق وخضع للحق في يوم من الأيام
وهو خزيان أي وهو ذليل صاغر راغم. معنى ذلك أن هذا الرجل في بداية أمره اتبع شهوته وانقاد نحو هواه ففعل ما فعل مما لا ينبغي، فيأتي يوم من الأيام أنه يضطر إلى الخضوع أمام الحق والصبر على حكم الحق، وهو يكون ذليلا لأنه كان اتبع الهوى، بعد ذلك اضطر إلى ترك الهوى والصبر على الحق. يلومه الناس ويقولون له فعلت أمرا قبيحا وارتكبت ذنبا عظيما، فلا يستطيع إلا أن يقر بالحق مع الصغار والضيم والذلة والخزي، يتنكس رأسه ويتندى جبينه حياء وهو مضطر إلى الخضوع نحو الحق للحق، وقد يعذب وقد ينفذ الحق عليه، فينفذ الحد عليه، مثلا إنه زنى، الآن يأتي الحق ويقول الحاكم المسلم يجلد هذا الرجل إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا، فهو يقضي على الحق أن يصبر على هذا الحد الذي أوجبه الحق، وهو خزيان وهو ذليل. هذا ما ظهر لي من معنى هذا الشعر، وأنا أرحب بأي تعليق من إخوتي، لا بأس أن يبدو ما يظهر لهم من المعاني التي قد تخالف هذا المعنى الذي استنبطته وأخذته من لفظ هذا الشعر. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. من عاشر الناس أي عاش مع الناس، خالط الناس، جلس معهم، جالسهم وفاوضهم وتحدث معهم. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، النصب هو التعب، فإذا فرغت فانصب، نصب ينصب نصبا، والمراد هنا المشقة والأذى. فمن طبيعة المجتمع أن الإنسان يواجه فيه الأذى والمكروه من القول. من يعاشر الناس يحتاج إلى الصبر الكثير على الأذى الذي يصيبه من الناس، مع أنه رجل صالح ورجل محسن، ينصح لجميع الناس ويحسن إلى جميع الناس، ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من أذى الناس من ألسنتهم، ربما من أيديهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا من حسن الخلق،
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ لِأَنَّ سُوسَهُمْ أي لِأَنَّ طَبِيعَتَهُمْ وَفِطْرَتَهُمْ بَغْيٌ وَعُدْوَانٌ البغي والتعدي على الناس هذا من طبيعة الناس لا تستطيع أن تسلم من الناس قد ينتقدونك قد يستهدفونك قد يغتابونك قد يسمعونك الأقاويل فيحتاج معاشرة الناس إلى الصبر والحلم الكثير نكتفي بهذا القدر اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته